الشد العضلي المصاحب للحمل. الشد العضلي أحد الأعراض الشائعة للحمل وبتكون مؤلمة جداً، وقد تؤثر على نوم السيدة وتعمل لها قلق وأرق لأنها بتكون متكررة. الشد العضلي أقدر أتجنبه وأبعد عنه عن طريق أن أنا أعمل تمارين استرخاء قبل النوم، ممكن كمان تدليك للعضلات اللي بتصاب بالشد العضلي وخاصة العضلة الخلفية للساق لأنها أكثر إصابة به. كمان ممكن أستخدم مساج، كل ده بيقلل الإصابة بالشد العضلي. كل التمنيات بحمل آمن وطفل سليم.